صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. الحجرة ثلج ثلج ريج غادي ثلج ريج. وأول بادي ببنت الكنديشن هي نعم تيبست عظيماتي هو تيبست عظيماتي هو من البرد ولا من الكبر ولا يا بابا لادم الحين أدنات الدون يقولون لادم من الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يعوره ما يقهر شيء ما يقهر أي شيء. لادم يقول لكم يكبر أن يا برد برد بسرعة وين يا الحر أول من يلبق هو وين يا اليوع أول من يوع هو وين حطه ولك الكل اللي قمت يا أبوي وليش هيقولك علامات الكبر. لكن كل فنان أبوي أنا حين ها والله مخلي الباب ملايم طول الليل. إيه ولو ما كان بعد لو ما كان ملايم والله إني بكرة أصبحت الصبح كأني عوال بغدي حطبة بغدي من البيت. جار البحر والبحر جاريت طول الأسبوع يكون طايح خواهر ماشي شراته ومني الويكند يت الهويات التحرى البحر يروق الناس لتون 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 خلكم في بيوتكم أبوي خلكم في بيوتكم سايقين على الشرياح الله ساقوها على الدابة ردت في سربها أنكم أبوي لتون. أنا أبوي ما في العرب لحد ييني لحد ييني ليجي فرض الله وقرفوا بيوتكم هي والله. ومن تصير من يخلص الويكند طاح البحر من يجي الويكند ويت الهويات حشرات الأدبي ليروغك والله سبحانك يا رب. أصبحنا أبوي بخير وسهال ولا نشكو من بحث حافظ على الأصفر يا حقيقي الأصفر روحه يرحب أبوي الأصفر روحه يرحب من بعيد. أصبحت بخير وسهل ولا أشكو من باس الحمد لله رب العالمين أموري طيبة ومحد أبوي يباط طول الليل يرمس ويا أبوي متابعين والناس اللي تفارق وياهم من زمان. يا أبوكم تحروني مظهور منطوي والله يا أبوكم تحروني مظهور منطوي كنت في طوي لمدة 6 شهور 6 شهور كان حد يحس بهالإحساس الغريب. أنا يا أبوكم كأني جالس في طوي 6 شهور وسبحان من أظهرني من قعر هاك الطوي بعد ما بلا من طرفه مثل بتشلبح في مربى في يدعه ظاهر شرق ولا غرب في قعر الطوي كنت لمدة 6 شهور سبحان الله سبحان يا أبوكم من صبرني سبحان من صبرني 6 أشهر كان حد يروم يصبر 6 شهور هي والله 6 شهور لا رمس لا علم لا خبر ضريت ترى هو على الضراء يوم أنت تنتظر على شيء خلاص ضريت عادة على الرمسة وعلى العرب وعلى السوالف وعندك دونك سبحان الله عدم أنا من بوني راعي راعي أحافظ على هاي لك العرب تحشي من الصبح الله يرزقهم ما شاء الله روح 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 إن شاء الله صدري هالطراد أوس الله يرزقكم يا ربي. أقولكم سمعتوا بدد صباح النور مرحبا مرحبا من حبيبة سمعتوا يوم يقولون فلان والله عليه دند الدند إشارات يعني الحكم الدند معناته حكم. أنا كان علي دند إنك أبوي لا تدخل التواصل الاجتماعي وهذا الدند الدند معناته حكم لا تصير لا شرق لا قد سر يعني الدند بشرات الأدب شرات شيء تأديبي مب أمر الأمر غير واللي عليه الدند يعني معناته إن خلاص هذا جاي إنك أمر وترضخ مثل ردينا طالت عماركم اللي معايا واحد نطرش اللي والله يعني آدر لا الآدر غير يقولك فلان شوف الظاهر آدر جديد الآدر الجديد معناه يعني ناتج جديد أمر جديد موضوع جديد جد جديد هذا آدر يا ينكم آدر أمر شيء أشوف شيء مختلف اليوم شيء آدر عندكم جديد شيء موضوع ثاني قال لا الآدر يختلف عن الدند الدند يعني معناته الآدمي اللي
يشوفوني جالس مكان واحد ما يصير ولا يجي. لا إله إلا الله، من أبو عليك دند أنت؟ دند معناته أنه يعني أنت حاكر عمرك في وسط معين، يعني جالس في مكان معين ما تحترج لا شرق ولا غرب. هذا اللي يقول لك دند عليه دند فلان. لكن الآدر معناته موضوع جديد، هذا بعد آدر جديد. مثلا يوم شاف شيء مخالف أو شيء جديد خاطري يسير أتمشى. يا خير ما بارو مرمس وياكم، مشيت على الطرف هذاك مهب مترس اليوم الهواء مترس، وغادي البحر شوف وين مبيض، هناك مبيض يعني هذا كله موي، يعني البحر مثل ما قلت لكم اليوم الصبح يروغ العرب، الحين الماي بتاز مترش وتكركر لين الضحل عالي، توصل طوي الماي لين السيفني خلال 3-4 ساعات، لين أظن الساعة 12 الماي مرة ماي وحدة الحين، وترد بوية تثمر لين خلافي يعني يوم بيغدي شهر 12 تسجي الماي وتثمر مرتين في اليوم، مرة تكون سجي قوي ومرة لا أخف. لازم يسوي الصوت شرات التشويش في التليفون فيزعج الناس اللي تسمع اللي تسولف، يعني يزعج المستمع. يا غير اللي يرمس خاري، أنا حين مستمتع بالجو، الجو جميل، لكن ما حد بيستفيد من الرمس أو بقدر أرمس وياكم في المهب. يحلي لك يا زب وحيد، هذا العرب الأول يتوصفوا أنا لا إله إلا الله، غادي زبوت في نص البحر وحيد، لا لك لا صديق ولا رفيق، شرات الزبوت هذا أبوي روح حنمون لادمي الوغد، لادمي الوغد حنمون وحيد غدي، لا له لا صديق ولا رفيق. ليش مقاطع العرب؟ مقاطع العرب كلها فتاز بروحك جنك جني، أني لست في بيت ما حد وايق عليك، وإن صرت حق عرب ما حد أبوي حتى يشاهد ويك من الوغاد اللي فيك. ما شيء شرات لادمي يوم يرمس ويسول، أنا في خاطري يعني أقول حد من الناس ما يعيبه، حد من العرب يعيبه اللي يكون اجتماعي ويسير ويجي ويرمس ويسول، حد من العرب ما يجوز له. لا إله إلا الله، أنا روما أصير عند الفلانيين يرمسون وايد، يرمسون حتى بيخيطون تاميتهم اللي وادم، ما حد أبوي بيخيطهم، ما حد أبوي بيخيط. أشوف هالبنيان، هالبنيان الأولي هاي يمكن أظني عمره 40 سنة أو 35. محمد السلام عليكم. Good morning. شو اليوم ريوق؟ ريوق وعلى حال. وهذا شو حينه؟ هذا هذا طوار واحد يا جن. وين المحله؟ هذا. أيوة. شو أخبار طراد الراد؟ الحمد لله. رغم إني ما يعطي سامان شو سووا؟ منو ما يعطي سامان سووا؟ مدرازي. ما طايع عطي شو؟ أربعة أمس كبار سامان في الدار. إنه هنا في التحوص. إنزين. بام. هي المدراسي هذا البشكار مال المرزوق. أيوة. إنزين. رو مامو. هي. أنا خبر مامورو أنت سوسوار أنا أجي مني. هي. مامورو. هي. مامو سوسوار وأقول له ما يعطي. أنت تعرف ليش هو ما يعطي؟ ليش؟ ما يعطي أنت وقت يريد هالسامان ما يسوي سمايل. من؟ أنت وقت يريد سامان من نفر. ما يسوي سمايل، انت حين يريد تسوي، انت يوم تصير عندهم سيم سيم يسوي جنجال. لا انا ما يرمامور. كلكم الخيبتين، انت عبد الرحيم اسوى عن اخي، كلكم ابوي لا واحد. لا هي. هي. مشكله شو؟ ها. انا اسوي احترام مشان انت، وما يسوي احترام. ليش؟ شو قال لي؟ اي شيء لي انا رو؟ هي. ما يعطي. ما بيع، حتى انا حتى انا لو حنمو لازم خبر ارباب. ترى حين انت ما في انت ما في سمايل، انت ما في سمايل، ما في بليز، ولو سمحت الله يخليك. لا انت يروح سيم سيم جني. الله اكبر عليك. هذا انا بخبرك شو سالفته. هذا ابوي شفت يوم اقول لكم الزبوت، هاي شرات الزبوت غاد لهم في الظنه، ما له لا صديق ولا رفيق. انا اشتغل مني، انا شوف مني اذا مرزوق يريد انا رو مني. هي. انا ما في وقف لازم هذا الحين بيوت هو قصده، يعني انت يعني بيت مرزوق وبيت هلال واحد. هي انزين، وانت تبشر من بيت مرزوق ولا بيت هلال؟ كلهن بيوت وحده اخوان. هي اقول هي انا ما يشتغل.
هي الأول يشتغل عند اللبو، وهذا قصدا البيوت وحدة. كان هذا أنت أسلوب ما فيه، أسلوب ما عندك، أسلوب ما عندك عسبتي. وأمسات عور رأسه أضروسه، كل السيايير البيوت فيهن سيايير ما حطع يودي المستشفى. شو السبب؟ من الوغادة اللي فيه؟ من الوغادة يوم تضروسك عورنك ما حب يوديك حتى الدكتور. هذا عندهم سيايير، شو السبب؟ أنت وقت تريد سيارة ما يقول بليز الله يخليك أنا يريد توصلني لين الرستة ومنك بتأخذ لك تاكسي، هذه تنبح بابا. لازم ذلك أقول لكم يتم وحيد ما يوايج عليه والدمه، ولا هذا المطابخ، هذاك مطبخ قوم مرزوق وهذا مطبخ قوم هلال، لكنه غير نمونه. هو هذا ديتشو غرب الله تكنتي قبل ليوة، هو الله أكبر عليه. ما شيء أسلوب، ولا يتكلم بالراض، ولا يتكلم بالكلام العدل. يوم يبى شيء يصير ينبحهم هاي لك، ما حد شراتهم خيرين وفنانين، لكن أسلوبه غير نمونه وغاده. واللي وياه بعد أخس عنه ترى، والحوي واحد، كلهم إخوان وبني عم، هاي صاحبه كلها، هذا أخو هذا وهذا ودعم هذا وهذا نسيب هذا. فلذلك البيوت عدال بعض أهلية يعني، هم طايطوا يأكلون ويشربون في مكان واحد. لكن هو هذا نحن محمد هذا وغد ونسر، ما يتشاهد غير نمونه يعني. وغاد أقول لكم ليه في الدنيا كلها فيه، وين يعني يحب يتساعد وياه ولا بيعطيه ولا بيرحمه؟ يصبحون عاد يلقطون الكشرة والدنيا يودونها نبويه المكان اللي هناك مجمع للكشرة. فكل بيت أبوي فيه كشرة يلقطون عاد ويحطون في الربانات يودون أبوي عند المركز الرئيسي اللي هناك، ويلقطون أبوي كشرة البيوت يودونها. ها روحهم عمان بعضهم مع بعض. أي السلام عليكم، صباح الخير. وين متوا؟ وين؟ عند الغنم؟ لا. زين اقول لك وين، ليش ما اعطيته سامان هذا بنغالي يريد؟ بنغالي يريد 30 4 ولازم كبري. ليش شو مشكلة؟ انا سو كلام ها كلام هي. بابا اتي هذا سامان تنين هي تنين اتي هي باتين او كل هي كل واحد سيل هي انا بي واحد ركب هي ثاني مره بابا يجي هي او كل انا اتي 5 6 وين انا سو كلام قول اي ودي بشكار ثاني. شو مشكلة انت يعني؟ او لازم ارباب كلام هي. بي موجود لازم ارباب كلام انا اتي شو مشكله انا ما بي مشكله لازم كلام ارباب هي. زي اللي كان سويت تعرف حق مرزوق ما يقول لا لازم كل شو يريد الحين هو هذاك او كل فلتر فلتر. زين شو مشكله فلتر ابوي؟ ما في شيء مشكله. مرزوق اخو هلال وهلال اخو مرزوق. انا عرب انت يوم تتعب ليش ما تعطي؟ انا مكان هي واحد هي كل واحد هي. انا كاستري بابا انا مسؤول بابا زي بابا انت يبال سير او ما يعرف هي بعد انا في سنجل ارباب هي انا لازم ارباب كبر انا اتي. هذا ارباب مالك انت غير نمونه ارباب مشكله. والله ما ادري لازم انا كلام في الى ما بي انا بي ما في كلام لازم كلام ارباب انا استري انا 5 6 وين شوف انت ما اقول عنك شيء. هذا كله انت ظاهر من كنت حينه لازم او بي بعد بابا جي بابا بكلام انا اتي ما اقول عنك ان شاء الله يبقى لا تندحق شويه. هذا شو بعد الحين عندك شو مشكله؟ هذا في كربون ستابلر. شو ستابلر؟ ستابلر هذا ركب هي دبوس. وين متو؟ يا متو متو خيبه متو. لا بابا شو تسوي يا بابا؟ ما شاء الله عليك يا متو. شو تسوي؟ هي حافظ على المسيب لو حافظ على هالدار وي كل شيء يظهر فيها كل شيء يظهر وي في هالدار. ها كتا فاتن ثاني مره يطلع متى كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ وين انت؟ انا شغل بابا انت ما يجي ليش؟ كل سنه ورقل وين قال لي دربا وين قال لي دربا. شوف انت انا اقول ما يجي ممكن سالان هو ما يجي ما ادري. لا ما بزعلان انا علي دنت يا ابوك دنت يا ابوك دنت. تعرف الدنت؟ ايوه خبرنا نحن خلص ستوري بتعرف شو الدنت. انا بكر ممكن كورنا بي على ممكن سالان هي كورنا ترى ممكن كوب هي كوف كلش نفرات ما يصير مي ممنوع. شوف الحين انت من هناك وانا هني ايوه ما يستوي مني من قريب ممنوع.
زين 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 حليلك يا متو ما شاء الله بطن كبير يجي عليل سيد عبل في كبير ما بطن حين ما في كبير لا لا عليل مسوي سيد لا عليل جبا يسرف هذا سيم سيم هذا داري حلول 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 سيم سيم لا لا هذا ما في هذا ما في هذا لا ما في شو اخبارك متو شوف متو احنا فرات كلش يقول احنا نسينا اسم متو كامل فول نيم شو مالك كاربيا متيا كامل 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 بس قول كاربيا متيا ويدك بابا نيم كاربيا انا نيم متيا وبابا مال بابا مني عندي زين قول ثلاث اسم مع بعض متيا كاربيا مني عندي مني عندي ما شاء الله ماما راكاي لا كامل ثلاثة اسم لازم راكاي كارفيا بعد رقية كارفيا كرفاية ما شاء الله بارك نفر يوم يسألون اسم يقول اسم مال هو اسم مال بابا اسم مال يد اسم مال فاميلي نيم يلا كون يعني مثلا هني هلال هلال ومرزوق مرزوق محمد سيف فاضل القبيسي هذا اسم أرباب مالته. بابا ماما بابا بابا أنا ما في ماله. جذاب. والله 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 ما في ماله. ما تعرفهم؟ ليش؟ زي قول لي تعرفه. تعرف منو؟ كربيا. إيه. باب ماما نيم ماما بابا نيم ايه؟ كربيا. إيه. ماما نيم كرب رقية. رقية بنت كرفاية. ما يبى. زين. ماما أسبن. إيه. كربيا. إيه ماما بابا مالته. أيوة. بابا بابا لا شو بعد هي؟ أيوة بابا كربيا. مالنا بابا كرفيا ماما 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 بابا كرفيا هي مسمي على يدها كرفايه ما شاء الله ما شاء الله رب معطهم سماوه ايوه اعطهم بارز فهذا اصل في كل طرف بيت لازم مكان للسمك المشوي خاري ما بداخل المطبخ في المطابخ لا لازم في كل بيت من استوت الدنيا هل اللي يشوون سمك في بيوتهم لا ولا يخلى بيت ولا يخلى بيت من مكان لشوي السمك فهاي طريقته الأول وشي تراتيب وشي بلية تراتيب وشي تنور وشي وايد أشياء لكن كل منطقة على حسب عاداتها وتقاليدها غير خلاف قوي العرب تطورت ويسوون حجيرة صغيرون ثلاثة متر في ثلاثة ولا مترين في مترين يعني ويخلون الطرف في طرف المطبخ الرئيسي هذاك المطبخ الرئيسي حين أن ينفر وأن الفريج كامل وأن يبوي 100 آدمي ولا 200 آدمي ولا 10 أوادم هذا المطبخ أبوي 6 حد حقوم فلذلك أبوي لازم حق المشوي عن وفي دار يعني عبارة دار الأول يحطوا الركائز هاي الأربع حطوا دور ما دار الركائز سناح ولا طرف خيمة قديم ولا بليوت ولا أي شيء وفتكوا من الداري والهواء ما يهم الطباب ما يخرب سمكهم فخلاف أبوي مع التطور الحمد لله بكثر الخير وهذا اللهم لك الحمد فحطوا طابوق اللوادم حطوا طابوق عسب يوم بي مهب سمكهم ما يخيس تم التربات خبروا يقول عن أبو قبل 40 سنة شو قبل 40 سنة حد يجي البقع هاي قبل 40 سنة ليش أبوي هاي البقع اللي في الأماكن هذه هاي توها طايحة نازلة من السماء مستوت الدنيا أبوي من أنا أول ما طحت البقعة هذه يمكن أظني سنة 78 أو 80 من فوق من ثمان من من فوق 79 وأنا هي هالبقعة كل هالوايد أبوي ساكنة والأول عرشان وبيوت يعني على قد حالهم العرب ولا دمي يوم الله يسع عليه والله يرزقه أسع أبوي على عمره وأسع على هالبيت ما بلا مني والطريق شو هالبيت هذا تشوفونه الحين هذا أبوي الأول شال يمكن 20 عائلة لو أكثر الحين عيالهم أبوي من رقم كبير يعني عيالهم ما شاء الله الحين جايبين أحفاد وأحفادهم بعد عرسوا ما شاء الله هالأول الدير دفت هذا البيت حياة فاطمة بنت هلال القبيسي وتتجمع الفرجان هاي كل هالسحب اللي تشوفونها تازم أبوي خيام والعالم وعطلة المدارس تجمعون كل هالعرب عندها
عيالهم وعيال عيالهم بني عمهم وخوالهم ويونهم مساير شيء من شرق ومن غرب اللي يسير عليهم كل هالناس تي وكلنا ابوي بخيمته وكلنا بخيمته وكلنا بخيمته وكلنا ابوي تصبح الصبح ابوي الريجات مما تشتهي النفس الحرسات والفريد والدنيا والشرق يعني خير ما يعلم بكميته الا الله سبحانه وتعالى. ايه والمحل عاد هذا حدث ولا حرج والمكان عاد هذا ما تشوفون ليوان وفي تقريبا ما يقارب 10 غرف او 15 غرفه وكل غرفه بزويتها وحمامها كل حجره بزويه وحمام. الزويه هي يعني عباره غرفه الملابس الزويه غرفه الملابس والحمام ترى تعرفون روحكم الله يعز ملكه والسامعين وكل بيت في الحرمة ورايلها وعيالها كل غرفة كل غرفة حرمة ورايلها وعيالها الحين كل وحدة هاي اللي أنا أطريهن كل وحدة الحين عندها قصر كل وحدة قصر وعيالها أبوي فلل وعيال عيالهم فلل والحمد لله وهذا أبوي ترى هذا 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 يقول لك هذا سيفو هذا خلاجينه هذا أمنه ابتدى وإليه حين حين يوم تخطر فن سايراتي عيال يتذكرن إي ما زين هذا كل بوين لحقت عليه أكذب أقول ما لحقت لا والله لحقت ونص ومستمرين لين اليوم هم بن حبيبة صباح الخير تتفنيل ما شاء الله عليك ريحت لبعك يلا يلا هسح وين جايينهم من عندك اللي عندكم هلال ابو عبد الله محمد سالم ها تبى محمد سالم يسمعك ليش ما صرت البحر البحر يتريق انت ليش ما صرت الحين انا ابوك تدارت علينا يا ريال تقول والله الهوى بيكم هذا اكو هو الشمال علينا البحر مثله الشمال ولا شيء وين هو الشمال المهم كفينا جبنا لك 10 هوامير وسكتنا وخليناك تسكت تقعد في ابو ظبي اقول لك 10 هوامير عشان تعرف ان الذيابه ما تروم عليهم ثيابه يا مرحبا يجيبون لك الهوامير اقول لك ايه لا خليك خليك شاور ضاضيع انت قاعد سقاعدين والله الصبح من الصبح يا سيد يا ريا روح انت واحمد بن عبد الرحيم سووا كوفي في الحجم والله ما تروم علي احمد بس هاي حياتهم كلها معايا كلها مقبول هاي حالتها البحر كل حياتهم كلها البيوت الاول قبل كورونا تي كامل العدد وحين ابوي مني هذا كورونا البيت اللي يونه ابوي 10 انفار عدد افرادهم ابوي يونه 3 و4 وحين ابوي من البارح باليوم موجودين بن حضيبه وهلال ولده خالد والخيب خيت تتكود وانا 4 انفار في هالبيت العود ضجنا واليوم ها على ما تشوفون اصبح ابوي ها البحار ابوي دلخ ومترس الهواء شمال اشتلوا ابوي قوم هلال ردوا ابوي ابو ظبي لا تروم تدش بحر ولا تروم شيات 13 قاعد مثبت البحر اقول لكم غياط شوف الحين يوم رشت الماي طالع وين وصلت ما شاء الله مره تحت البيوت والله انا ردوا اعتمت الا روحي مستحيل اروم اي لسنه روحي غير اين والله يظهر لي قرود يضربني بصويرج شرات الوسواس بيني بيلس روحي لا والله بدق سيارتي سلف ان شاء الله بتوكل على الله او بسير بيتي ابو ظبي ما شاء الله مليون مكان بسير شرق والغرب بس البيت بيلس في الزراعه عندك دونك او في الليل ما ادري عادي يعني صرت اتوقع اني بسير جاليريا 90% اني بسير جاليريا ان شاء الله هي والله شو بسوي ترى تبع كان في مول ولا في بيت ولا في كل مكان غرب الله تشل كالونيا يا الكورونا ما خليتي حد فرقت بيننا وبين الناس كلها لكن ان شاء الله رب العالمين كن فيكون ان شاء الله ان رب العالمين بيرفع باسه عن عباده وتتيسر الامور وكلها بينجلى بنفتك تفتك المسلمين كلها. وصلت البيت انا الحين قبل 5 دقائق تقريبا تودي واصل البيت وهذا شامبي شامبي كيف حالك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ الحمد لله رقم واحد يا شامبي ما شاء الله
فرحان؟ عايز زيادة ولا؟ الحمد لله. كل يوم ليل نهار سوي الدواء. هي. والله مش هذا سوي الدواء. كل دفع روش عم بيوين ليش ما سوي غني ليل؟ طيب من زمان ما سويت غني. عليه لا عليه لا بكرة. ماشي؟ بكرة. والله؟ ماشي؟ لا لا. ما في غنية مال كورونا؟ لا لا. شلو بعكم أنتم؟ قد هنا. انت خلاص غدا؟ هي يلا ثانك يو. شو اخبار الزراعه؟ الحمد لله كله تمام. كل شيء زين. رقم واحد الحمد لله. رقم واحد ولا رقم اثنين؟ لا رقم واحد بابا. زين بارك الله فيك. ثانك يو. السلام عليكم. شو غداكم؟ انا في ديم جبس. هي. وتاكل ده نسوي ديم شوي. شوربه مال ملفوف. هي. وين عم وين شوربه مال ملفوف اول؟ شوربة الملفوف زين. وهناك شو مسوينا؟ في والله يبغى ايه شو طلع شويه هيون. هذا ابو دياي المشوي مالنا. نحن دياينا شو نوعه؟ دياينا ابوي دياي عضوي. هذا اللي تشوفونه عضوي فري رينج عضوي. ما بدياي مال شرق وغرب ولا لا 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 أشد وألد وأخير عن الدياي حتى العربي فري رينج. شيء من الروع ما يكون. خلاف عاد بنربس على موضوع الدياي وعلى هاي اللي تشوفون الحين ترى هاي الدهنة دهنة شو من بطن الدياي روحه شحم ريج وطعمه طعم الدياي. هذا الفري رينج ييك مثل شفتوا تيس الرضيع هالنمون طعمه طعم لحمة الدياي شرات التيس الرضيع. ولكم عين تنظر وخلاف بنرمس عن الموضوع مطولا إن شاء الله. شكرا حفيظ. أفان بارك الله. أشوف طالعني يا سلام. أنت وين؟ في داخل الشتور. أشوف يلا طديت أنت؟ لا بعد شوي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام بعد يا الخقة مكترة. ما أقول عنك شيء. من الحناية أبني بزيق مالي شفت حد قدامي. Good evening madam. Look ها one minute one minute. ها ولا bring it here. ما شاء الله تبارك الرحمن. أوكي بس here خليه. أوكي ها بتتكم وقرب الله تجي ربي المترهدي انت انت بكبرة تتريرين يلا خليها سيدي بتتسند شليت انت ها خلاص خلاص ستاندينج منو قالت ما بستاندينج ستاندينج ونص من وين هاي هذا ما عارف شو بالانجليزي محمد عبيد المهيري ابوي هاي تدروي تخلي لو هاي حين بكبرها يا ابوي ليه بيلجمك دلتمك هاي بوياي من دلمة الأمر صادر من دلمة ووصلت أبوي مدينة محمد بن زايد اللي مطلشنها أبوي هو نفسه اللي عاجرين الحوار مجسمينه نورتي أبو محمد محمد بن عبيد المهيري مشكور وما قصرت يا أبو عبيد نرد لك إياها إن شاء الله في الأفراح والليالي الملاح يا أبو عبيد شكرا جزيلا شكرا شكرا دلمة آيلند وهذه متى when do they bring this one yesterday 8 8 and this one also 7 something 7 that like that from the same person no okay show me where are they this one is that منو هذا زين خالد زين name who send this one رحالة فتك شكرا جزيلا يا رحالة فتك بارك الله فيكم إيه ودي يصير الحجر وسكر على الدنيا هاي كلها أتراوين حد أقولكم ترى هو لأبو لي أنا برياضتي ودنياي وعلمي وخبري هو الشيء اللي ولي تحيدونه غاص قبل 6 أشهر ونبار اليوم ترى هو لأبو لي ما اختلف نفس ما ضرب تبه اليوم نبار طبعا لأبو لي والسلك لأبو لي والعيش لأبو لي لأن عيشتي يعني مش وليدة اللحظة أمن الله خلقني راعي رياضة وراعي سيرات بحور وبرور ومقناص وسفر وغربة وشرق وغرب في كل أمور الدنيا دخل عمري في كل كبيرة وصغيرة
وعاشق هالشيء، مش إلا يعني ماخذنها يعني لا تيه البارح واليوم، لا من استويت أنا الدخيل في حياتي شو السناب، هو الدخيل مش أنا دخيل عليه، هو دخيل علي، هو لي بوكم حين أروى العرب كلها أنا أموري كلها اللي محبها ندريبها الأول لربعنا الخاصين وهاليتنا وصدقاننا، ولي أظهرته هنا حين وشافوه اللواد من غير صدقاننا وربعنا وهاليتنا، هذا يعني من استويت أنا فيه يعني في السير واليي والطرب والأناس والطبخ والنفخ والسير والسيرات والييات في كل بقعة، من الله خلقني لين اليوم هاي هواياتي وما عندي شيء سري، شيء يعني خاص فيي يعني، وأن من يعني بما معناه أن يعني هذا أنت ما عندك خصوصية، لا ما عندي خصوصية، خصوصية أنا ما عندي، حق شو خصوصية عندي هاك اللي خصوصية بشيء سواد وي شرغة، أنا ما عندي سواد وي خيل منه، ما عندي شيء أسلح منه، حياتي بوي كتاب مفتوح الناس كلها تشوفها، أنا ما قالوا لو كاشوفي عين شوفي لا تصرق ولا تخاف يا شيء تحت رأسه. نعم السلام عليكم. ها عليكم السلام. سمك نازل كله يا تصبر وهاي جينا سمك هذا من الثلاجة قلنا بنربيكم وين جاينا عد من عند عرب جاينا من عند عرب قلت له ما ظهروا بوي من الثلاجة ما صوره جاينا بوي بساسير بساسير كل سمين هذا حينه أظهر لي بوي اثنين حد باكر مشواي أوكي شاء جاينا طلعت عماركم صافي جاينا طلعت عماركم هناك زريدي وهذا طلعت عماركم جش حد يسميه الحلق حد يسميه جش والدنيا مطرجة الجش هاي بنت عم الربيبة هاي اللي تشوفها دقة الصفرة بنت عم الربيبة هذا اللي تشوفها هاي شوف مطروبة ظني باتفاق باربينا الحمد لله شكرا جزيلا للي جاي من عندهم السمك شكرا شكرا انتم شكرا بارك الله فيكم وما قصرتوا والله يخليكم ثانك يو ويلكم صباحكم الصباحي والوردة والميلاحي صباحكم صباحي صباح يطرد الفجر صباح يوفي الدين مرحبا مرحبتين مطرقة وشلابين مرحبا بنور العين مرحبا مرحبا ابو محمد هاي 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 شهي ما بلاك ما تسأل عني وين موجود وين موجود انزين وليش ما تسأل عني؟ ها؟ متى كلمتني؟ أمس وين أمس وين اليوم؟ وين أمس وين اليوم؟ ليش يعني من أمس لليوم ما كلمتني؟ شو السبب؟ لا ما قلت لك ممنوع أنا الكلام لكن أنت لازم تكلمني. بعد هاي مقابل لسانك بعد ما انطلق وهنمون لسانك الله أكبر عليك الله أكبر الله أكبر كافينا شر باكر ترياك أنا في البيت ما ردينا من البحر خب البحر خب هو نترس ما أسمعك الموبايل جديد إن شاء الله باكر من تبى القطة زاهب خذ منها وسوالك الترتيب وسوالك نقل له سامي التليفونات مالاتك شو بباي مسكر تليفونه راقد ابوي هب خيخ عن ابو المخيخ اللي على هواك انت المخيخه على هواك انت اللي تبا سويته شيخ باي باي بعد غرامي المداخن هاي الابوليات هاي يسمونها المداخن شحيات مداخن شحيات هاي الله يحفظكم من منطقة في روس ليبال في عمان الحبيبة كذا في خصام مكانها الرئيسي يسمونها يزيرة يسمونها ليمة فخدمتهم في هاي اليزيرة وأهل هاي المنطقة اعتمادهم الكلي في أو أغلب اعتمادهم من بعد أول شيء طبيعي على الله سبحانه وتعالى ومن ثم على السمك الصيد البحري وصناعة المداخن هاي صناعة هالمداخن هاي المدخن إذا إن ما ينظرها للتنانير تنانير كل تنور كبر البيت يشونهن يحرجونهن وعقب يظهرونهن للاستعمال ومن يبونهن لكن في البني آدم في البيت
من تفور تطبخ العيش والشخالة يحطونهن هاي في شخالة العيش، ومن يكمل 48 ساعة غسلوهن ابتدوا يدخلون بهن يغد ولا يعولن. لكن إذا استعملت تنسيني يتثلمن ويتكسر اذنيهن، تتكسر براطمهن، تتثلم. فأهم شيء إنه يكون من ضايف التنور ناضي هناك عندها لوي شيء طبيعي ظاهر من البيت. الله يحفظكم. ساير وين ساير؟ جاليريا مول إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. أول الله أنا والأخ العزيز ابننا منهل اللي طلعهم ما يبين معني ما تبقى بعد شوي بعرف. أقول لكم بطالة عماركم ليما هذه هي اللي فيها صناعة المداخن. المداخن يسمونها مداخن شحيات، المعروف إنها المداخن شحيات، وتمتاز فيهن جزيرة ليما اللي هي تابعة لسلطنة عمان الحبيبة جدا، اللي هي تابعة حق وين مسندم وخصاب واليادي والبقع هايج منك. المهم هايج بقعتهم، المهم في الأطراف اللي بالنا بقعت فنان تظهر صورنا البقع هايج. لكن ليما ما ظني جديدة، أو يمكن اللي جيتها ونسيت من زمان الله أعلم والله ما أتذكر. المهم نحن حين من منطقتنا لين الجاليريا يبالنا على الأقل ساعة إلا ربع ولا نص ساعة. بعيد صح منها كم يبالنا؟ نص ساعة تقريبا، نص ساعة. وهذا من هالقب شو بسكري من هالكيفك يا هلا هلا أبو إبراهيم هلا يا أخوي وين بعد ساير طويل همباه أمشي وقطع لومي. إيه ساير طويل همباه أمشي وقطع لومي والحامض وانباه. يا أخوي وين ساير؟ ساير طويل همباه أمشي وقطع لومي الحامض ما نباه. حبيب الحامض، الحامض شرات الإنسان اللي دم ثجيل، الحامض شرات الإنسان الرزيل، الحامض شرات البخيل، شرات الشحيح، شرات اللي ما في يود ما في طيب. هذا هو يوصف بالحامض، أمشي وقطع لومي الحامض ما نباه. طالعون الزين، طالعون الزين مثل هاوي ودور غاوي من زارع التفاح، ما مقصدي من الذاوي من ليه من القسم شطاح. يا رك الله يا ولد احمد. اقول لكم مايا البحر ناخذ مرزوق. ها طلعوا وين؟ طلعوا وين؟ شو وين ابوياي ابوي حمود؟ البارحه طول النهار طول الليل في المول، واليوم طول النهار طول الليل. ها خري مري اول يقول تبنوا، ترى بيني وبينها متر، ها متر كامل. ما قلت تبنوا على اللي حسك عاده. اسمع هل وين مايا؟ ها وين ساكنين؟ ها وطيب ما شاء الله عليك يا اسمع الله يحفظك. منو اللي وياك هاي؟ زين حالك يا خالي علوم الله يسلمك. وين هذا من عندكم الحين؟ شوفوا هذا ابوي طلب صلاح. شو التاس هذا صلاح ابوي قال لا ما بيي. ها زين صلاح ابوي قال ما بيي الا تاخذوا لي هذا. وأي لون؟ ها هذا هو، هذا حل بالآخر حق صلاح. بيموت قايل ويحن حين من 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 ثلاثة أيام يحن. يبى التليفون هذا عنده هو، أمس ماخذين له تنحي تليفون آيفون. قال يبى هذا اللي يتربع يوميا يتحرى والله بخمسة آلاف طلع بسبعة آلاف كم من هل؟ ها هاي جيمته حوالي حول قرب الثمانية. لكن صلاح معزر علينا ترى على فكرة أبو من كيسه صلاح أبوي ما حد يأخذ له. شوفوا صلاح ما حد ترى متيمل في حياة صلاح، صلاح ما حد له يميل عليه، صلاح أبوي معاشه يمشي طالع منه يمثل له المعاش من توفى حياة مايا لليوم، وما حد له منه على صلاح أبدا لا أنا ولا غيري. فلذلك أي شيء يبقى صلاح اللي تشوفونه مثل سيارة مرسيدس ودريولية وبشاتير وخيار الكنادير وخيار النعود كل أبوي من كيسه، ما حد له فضل على صلاح حتى بيزه. نعم يعني الله يطول بعمر إن شاء الله من اللي مشيه المعاش، مشيه المعاش من توفت حياة مايا لين اليوم. يعني الله يطول بعمرها ابن محمد شيخ فاطمة بنت مبارك، معاش حياة الوالدة حولوه على صلاح. نعم حول على صلاح حين من أكثر من 12 15 سنة لين اليوم، من توفت حياة مايا معاشه حول على صلاح، وهو اللي يستلم حين المعاش من هذاك الآن إلى هالآن. يعني الله يطول بعمرها من محمد بن الشبه ومد بجلها يا ربي، يمتعها بالصحة والعافية دوم دب الحياة. هلو أوبن ويل سي ذا كلر هي
يلا ترى هذا ما في اعلان، لا هو اعلان ولا هي دعايه، بس انا اربيكم تليفون صلاح اللي اخذناه، هو ما اخذنا من كيسه، نرد نعيد مره مرتين وعشر الف من كيسه روحه تليفون صلاح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يستاهل يستاهل. زين سكره جي. زين هذا ابوي تليفون صلاح ليدي، يستاهل صلوحه، يستاهل يستاهل ابو احمد. يلا شكرا. شو حد تسوي بعد؟ تعالوا الضمان بالمره ما اعرف، خل خبر الخبير منهل ما تعال له الحق. بس زين شكرا. زين في مول المولات عندنا تبارك الرحمن اللي بي ومضطر النهيي ملتزم بكل قرارات التباعد. شوفوا ها تحراها ما شاء الله تبارك الرحمن ماشيين ابوي ريموت كنترول، كل حد ابوي متر ومترين متر ومترين ماشي، كان في جلسة مطعم ولا حد يتمشى ويا حد ولا في هاي الظهرة والدخلة، وين ما تصير حتى الترتيب في كل شيء، حتى في وين ما تصير كل الترتيب ابوي كل بعيد عن الثاني، ما حد لاصق في ربيعه. الحمد لله رب العالمين. اي والله الالتزام ما شيء، شرات الالتزام، الالتزام بالقوانين هذه ما وجدت عبث، عبث تعرونها موجودة أبدا مش عبث، أبدا مش عبث، لكن للضرورة أحكام، ورب العالمين إن شاء الله يبعد عنا ويشل عنا يا أبوكم هالوباء. الحمد لله رب العالمين. عازم عازم وجماعتنا والسكان والمقيمين كلهم عندهم وعي وعي، والوعي ما هذا من الدرب، لا يا من عقب الإعلانات والإرشادات واللي سوته هيئة الكوارث والأزمات والإعلام ما شاء الله والشباب وال يعني ها كله جهد وايد كبير واستغرق مد كبير، استغرق مد كبير، لكن الحمد لله رب العالمين أتت أكلها، والحمد لله الأمور تيسرت والحالات الحمد لله زينة، وبعد إن شاء الله لين يقولون أبوي الطاقة ما شيء مشكلة، الحين أبوي تباعدوا كلنا أبوي ضك عن ربيعه، إيه كلن يضك تحيدون المغناطيس هلا الأول جلبته تحط هذا عدال هذا يبتعد وهذاك عنده هاي تلاصق، الحين خلكم أبوي هذا السالب والسالب اللي يتنافرن لين رب العالمين يفكنا من هالصدع والديانة. جزاهم الله كل خير عن كل إنسان في هالبلاد استفاد من هالمواضيع، جزاهم الله الجنة كل اللي قائمين على كل وضع هالقوانين وهالإرشادات اللي يبوكم. الحمد لله رب العالمين يعني كل الناس عايشة حينة بأمان، ما بنتروع لا من شيء، إلا كان الإنسان المستهتر هذاك ترى كل إنه يرسله بالمرصاد، الاستهتار ما حد الله لا أرضى أبو المسلمين ما رضوبه. اللي بيتعشون أبوي أبو عبد الله مرزوق بن محمد القبيسي ومهندسنا منهل، هذا أنا What's our order? Green seaweed corn, crispy fried squid, crab salad, chicken karage, rock shrimp tempura, baby chicken, spicy beef with sesame, medium rock, roasted potato, sparkling water, and two nori san. Thank you very much. Enjoy. Thank you. أنا اللي يبي مخصوص حق زومة هذا الطلب. هذا البيبي تشيكن مالهم. البيبي تشيكن مالهم غرب الله تمازينة. خير نمونة. Thank you. المطعم بلاد من كبره. لك طاولة. لكن اللي ميلسين على الطاولات فقط من اتيهم خارج قالوا لك كل. ولا كان ليش هل يوم ما تنزل في المطعم نصه فاضي مال التباعد حسب مالها مال كورونا، طاولة فيها وادم، طاولتين ماشي، طاولة فيها وادم، طاولتين ماشي، وانت ماشي على هالمنوال حسب شي تلقط نسبة الإشغال عندهم شغلين تقريبا 30 أو 45% فقط من الطاولات، والباقي كل مبند، هذا كل أبوي احترازي ما شاء الله، وانين ماشية على الصغير قبل العود.
يا الله يا رب تتم علينا هالنعمة يا رب.